ونذهب مباشرة الآن إلى صور تظهر وصول أول دفعة من الجنود المصريين إلى مصر بعد خروجهم من السودان تحديدا من الخرطوم. إذن الدفعة الأولى من الجنود المصريين الذين كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع وصلت بحسب ما تظهر هذه الصورة. كانت المعلومات ومصادر الحدث تحدثت عن أنهم يصلون خلال دقائق، والدفعة الثانية قد تصل خلال ساعات من الآن. كان هناك فريق طبي بانتظارهم في استقبالهم، وتأتي هذه الخطوة نتيجة جهود بدأت منذ اللحظة الأولى، منذ لحظة اعتقال هؤلاء من جانب قوات الدعم السريع حتى الآن. وكانوا قد نقلوا خلال هذا اليوم من قاعدة مروي وصولا إلى الخرطوم وتمهيدا لنقلهم أو لعودتهم إلى بلدهم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.